السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني في هذا الفيديو الجديد. موضوع حلقة اليوم، سوف نقوم بصنع دائرة شبيهة بالمدبدب بواسطة IC تايمر 555 الذي سبق وأن قدمت شرح حوله. يمكنك العودة إلى حلقة رقم 43، وقد قمت بتقديم شرح مبسط حول هذا التايمر، أو سوف أضع لك الرابط في أسفل الوصف. إذن سوف نقوم بصنع دائرة شبيهة بالمذبذب والتي تسمى بوضع المستقر أي أو أستابل مود، حيث فإن مخرج رقم 3 في هذه الحالة يكون مرة في حالة 0 ومرة في حالة 1 بطريقة متتالية أو ما يسمى بالموجة المربعة. إذن هذا ما سنراه اليوم. كما تشاهدون لدي إضاءتين حمراء وزرقاء، إذن شبيه تقريبا بالمذبذب. إذن هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لكم كل جديد. So let's get started.